معانا طبعا كابتن محمد فضل المدير التنفيذي لبطوله كاس الامم الافريقيه، طبعا اللي بنتمنى له كلنا النجاح والاستمرار والهدوء في الفتره اللي جايه. كابتن محمد برحب بيك، وتحيات كابتن خالد بيبو وكابتن ايهاب الخطيب. مهيب بسلام عليك طبعا، وبعدين انت جايب اتنين يعني طبعا يعني خليني ابتدي بايهاب. طبعا ايهاب الخطيب طبعا ده حبيبي من حبيبي يا كابتن، يعني من زمان جدا، اما بقى اخويا الكبير لا لا لا، اما يعني لا خالد بيبو ده اخويا الكبير، ده بقى حاجه تانية خالص يعني، ده يعني مش قادر اقول لك ان هو حتى كمان يعني، وانا اول ما طلعت درجه اولى كنت بحب على طول اقعد معاه لغايه ما، وطبعا كان بالنسبه لي لعيب كبير طبعا، هو طبعا لعيب كبير، بس طبعا الفتره اللي فاتت كمان يعني لا بيبو حاجه تانية خالص فعلا، والواحد بيتشرف ان هو عارف اخ كبير زي خالد بيبو. طيب اكشف لنا بقى الخريطه بقى، شايف ايه دلوقتي؟ الدنيا زي ما كنت داخل شايفها ولا اتصدمت؟ نكمل نكمل، خلينا بنكمل كده لا مش عايز تتكلم على اي حاجه، ده لسه بنقول يا هادي. والله انا لسه بص يعني يا مهيب، يعني انا هقول لك بجد يعني الامور طبعا يعني الحمد لله الامور بشكل جيد، طبعا في تعب، مش تعب مني انا بس، تعب من كل اللجان، تعب من الجهات كلها طبعا، ومن الدوله كله عنده هدف واحد، حتى كل الناس عاوزه تشارك، كل الناس بتتكلم بتشوف عاوزه تشارك ازاي. احنا بنمشي بخطوات ان احنا دلوقتي بقى في رؤساء لجان تم تعيينهم، في طبعا على طول كابتن هاني بوريده متواجد يعني مش هقول لك لحظه بلحظه، غالبا ما بينامش، احنا ما بننامش فعلا، لا والله ولا بشوف ولادي ولا مراتي، احنا على طول يا في اجتماعات يا بنلف على الاستادات على الملاعب، وفي ناس يعني احنا بنعمل دورنا وفي ناس بتعمل دور الادوار كلها. طيب يعني متفرقه، خليني واحده واحده معاك، انت قلت الملاعب، ايه الملاعب اللي هتلعب عليها دلوقتي الرسميه كاس الامم الافريقيه؟ عاوز تتكلم على ملاعب استادات؟ الاستادات، الاستادات اللي هتقام عليها كاس الامم الافريقيه، لان شفنا استادات اتفضل الاستادات تم تحديد 6 استادات. ايوه، و6 استادات طبعا احنا بنتكلم في 2 في القاهره، طبعا في اسماعيليه وبورسعيد والسويس واسكندريه، الاثنين اللي في القاهره في طبعا استاد القاهره واستاد الدفاع الجوي. حلو قوي. والاسماعيليه؟ اسماعيليه، ما هو استاد اسماعيليه، السويس، اسماعيليه واستاد بورسعيد، استاد السويس، استاد السويس اللي كان بيلعب عليه الزمالك النهارده وطلع الجيش. خلي بالك انا بقالي كتير جدا ما بقولك ما بشوفش مراتي وليدي. اوكي طيب، لا يعني في استاد السويس وفي استاد الجيش بالسويس. لا استاد السويس، استاد السويس، بص استاد السويس بتاعته هو 22,000 تقريبا، تمام، الجيش بالسويس 45,000، تمام، احنا بنتكلم في استاد السويس، تمام، وبورسعيد خلاص يبقى 2 3 4 5، وبورسعيد في استاد ناقص. لا استاذ بورسعيد، استاذ المصري، اسكندريه، استاذ بورسعيد، ايوه المحافظات 5 محافظات واسكندريه. يبقى اسماعيليه، السويس، بورسعيد، اسكندريه، واستادين في مصر، في استادات احتياطي ما يكون في مباراتين هيقاموا في وقت واحد. احنا بنتكلم في زي ما انا قلت لك 5 محافظات، اسكندريه، السويس، بورسعيد، اسماعيليه، وفي القاهره في 2 فينيو، اللي هو 2 استادين، استاد القاهره ثم استاد الدفاع الجوي. تمام. طبعا يعني لازم اقول حاجه، وانا بقول استاد الدفاع الجوي لازم اقول استاد السلام من احسن الاستادات اللي موجوده في مصر. وده ما يعني مش معناه ان احنا ان تم تبديله ان في حاجه، لا طبعا تمام كويس جدا، ولكن انت دايما بتحاول تختار احسن حاجات ملائمه، ان هي ما بتتحسبش بالناحيه الفنيه بس يا مهيب، تحل بالمسافات، بملاعب التدريب، بالفنادق طبعا، بتاخد باكج عشان تطلع احسن صوره بيه. طيب فضل قول لي